تمام يا فارس، بس دي ما كانتش القضية الوحيدة اللي استعرضها خالد الغندور بعد مباراة بيراميدز. وزي ما قلنا يا جماعة، في ناس بتنتظر فكرة أي تعثر للنادي الأهلي عشان تبدأ تطلع بمواضيع كتير، لكن الموضوع اللي احنا هنتناوله ده بالتأكيد هيفاجئ خالد الغندور نفسه. هيفاجئه يا أسامة، لأن الرد من الداخل إن أنت دايما تحاول في لحظات زي دي تجتزئ وتقف عند مواقف عشان توصلها لدلالات تانية، ده اللي احنا لازم نقف عنده، لان ده تزييف للتاريخ. ليه تزييف للتاريخ؟ نسمع ونرجع نعاقب. واحد تاني مرضاش يلعب في فرقتك، ما نخلص، ما القصة انتهت خلاص. يعني القصة انتهت، ما كل واحد حر. يعني انا يبقى عندي الكابتن التاريخي بتاع النادي بتاعي و29 بطولة وما اعرفش ايه ومع الف سلامة، ده انا بقالي سنين بلعب في النادي، مع السلامه، يلا مش محتاجينك، عندنا لعيبه في مكانك. طب اللعيب بقى اما يختار مصيره سواء ده غلط او صح، هنقعد طول النهار والليل بقى ما ورناش غير القصه دي؟ طيب هل اصلا ده واقع؟ يعني فكره الحديث عن لاعبي النادي الاهلي بالشكل اللي حصل ده، احنا بنشوف في ناديك لاعب يقول لك احنا عمرنا ما نزعل من ولا نفقد حبنا للجرينتا اللي احنا بنبعت له، رئيس النادي بيبعت له 5 رسائل لوكيل اعماله ما بيردش عليه، وتيجي بمجرد ما يبدا في كلام ويتقال يقول لك اللاعب ده احنا خلي بالك احنا بنحذرك، ما ينفعش اللي انت بتعمله، وكل ده اصلا واللاعب في نهايه عقده ما فيش مشكله. طيب تعالى بقى نروح لحته مهمه جدا، لما انا ابدا اتحدث عن ان كابتن النادي الاهلي مشي بطريقه غير لائقه، والحديث عن كابتن حسام عاشور بشكل واضح ومش محتاجين نجمل حقائق، هو في لاعب يا اسامه اتعامل معاه اللي اتعامل مع كابتن حسام عاشور لما كان الاتفاق على ان هو يبطل، والنادي الاهلي كسر واستثنى كل اللوائح الخاصه بيه وعرض عليه اما التدرج في اي مكان او اي منصب بيشوفه فني او اداري، وعرض عليه كمان اقامه مباراه، ولما حصل اختلاف في طريقة تخص كابتن حسام عاشور خالف بيها ما كان متفق عليه، خلاص النادي الأهلي قال شكرا، انت بترى ده احنا مش هنقدر ننفذ ده بالشكل اللي انت بتراه. اذا النادي الأهلي ما قالوش ما تكملش، لان النادي الأهلي ده كان وجهة نظر فنية بيطبقها. النادي الأهلي نادي محترف في علاقته مع اللاعبين ومنتمي مع اللي عارف الكتالوج بتاعه لاخر لحظة. بص انت عارف، لو هو جه فرق ووقف عند كلمة ان من حق اي نادي بما انه بينهي تعاقد مع اي لاعب، فمن حق الطرف الاخر وهو اللاعب ايا كان مين هو اللاعب ينهي برضه تعاقده مع النادي الاهلي، او لما ينتهي التعاقد مع النادي من حق اللاعب يشوف مصلحته، هنقف عند هنا. لكن الاشاره كان فيها انت قلت له مع السلامه لما غلط، هو ما غلطش، هو غلط ان هو خد قرارات وما سمعش كلام النادي الاهلي، ولو جيت سالته دلوقتي بالتاكيد هيكون ندمان. يمكن كلمه ندمان بتضايقك او حاجه زي كده لما استعرضت صوره رمضان صبحي في الاحتفال بالهدف التعادل، العكس، احنا فرحانين جدا 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 ان احنا وضحنا الطموح في صوره. طموحك اللي انتقلت ليه هو انك تتعادل مع النادي الاهلي، اما النادي الاهلي لاعبيه بلا استثناء وجماهيره استشعروا ان التعادل ده بطعم الهزيمه، فهي اشياء لا تشترى. لو انت عايز تفهمني ان لاعب فقد ان هو يحمل ذهبيه دوري ابطال افريقيا وبرونزيه كاس العالم للانديه وما ندمش، يبقى ده اصلا مش لاعب كوره، يبقى ده سلعه ممكن بقى تتعرض في اي مكان. لكن لاعب الكره الحقيقي بالتاكيد هيندم لو فاتته بطولات زي دي. لكن انت اتكلمت عن اداره النادي الاهلي واعتبرت ان اداره النادي الاهلي غلطت مع حسام عاشور، صح؟ طب ما تيجي نشوف الفيديو المفاجاه ده. خالد يا غندور، بعد اذنك يا كابتن خالد، ما انت المفروض ما تزعلش يا كابتن خالد من بشير، لان انت عارف ان بشير طبعا محطوط في موقف. طارق انت عارف انا بحبكم قد ايه، ربنا يخليك يا كابتن. والله العظيم يا طارق، والله العظيم اقسم بالله انا اكتر واحد حزين ان انتوا الاثنين مشيتوا من النادي، واكبر غلطه نادي الزمالك عملها وقبل كده وائل الاباني ومحمود محمود، انتوا مشيتوا، ودي اكتر حاجه مضايقاني، ولان انا حسيت بيها. انا لعبت اكتر منكم يا طارق وبشير في النادي. طيب خالد انا عاوز اسالك سؤال يا خالد. ومشيت ماشيه وحشه جدا. طيب خالد مشيت ماشيه وحشه جدا. انا مشيت ماشيه وحشه جدا بعد ما لعبت معاكم، هي الحقيقه المشيه كانت وحشه ووحشه جدا، لانك كنت محطوط في قائمه انتظار لرضا سيكا نجم مباراه الثلاثيه، مع كامل احترامنا لرضا سيكا لاعب نادي الزمالك اللي موجود في ذاكره جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك
بالثلاثيه وبيشارك الكابتن بشير التابع اللي كنا مستعرضينه ايضا في حواره مع الكابتن خالد غندور في الثلاثيه دي، ومن الطرف الاخر النادي الاهلي الكابتن خالد بيبو. فلما تمشي يا كابتن خالد ماشيه وحشه من نادي الزمالك، ما ينفعش تيجي تتكلم عن كابتن حسام عاشور اللي اتعرض عليه ما لم يتم عرضه على اي لاعب كان كابتن في نادي الزمالك، وهو اللي بنفسه رفض بتصرفاته اللي بالتاكيد هو قادر ان هو يقيمها سواء كان اخطا فيها او هو كان صح فيها. فدي نقطه حبينا نقفلها عشان فكره التصيد وفكره ان تعادل يطلع كل الناس تتكلم على النادي الاهلي في محاوله تشتيت النادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله مركز، وباذن الله لاعبي النادي الاهلي يحصدوا البطوله العاشره ويسافروا ويشرفوا مصر باذن الله في المنتخب الاولمبي، ويدفع تاني النادي الاهلي ضريبه تحقيق البطولات باذن الله الافريقيه، انه يلعب 5 مباريات بدون 6 من نجومه على راسهم اللي في حته تانيه الكابتن محمد الشناوي.